ترى أعظم وسائل النجاح هو أن تتفائل حتى فيما أصابك. تفائل، ها، إن الله يحب الفائل الحسن. تفائل دائما. الإنسان العاقل هو الذي دائما يتفائل، لهذا تجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دائما ما كان متفائلا في كل ما أصابه صلى الله عليه وآله وسلم. قرأت في إحدى الروايات، والله ما على حتى إن لم تخني الذاكرة، لما سجن شكسبير على ما أحفظ، يروى عن أنه جلس متكئا على الحائط، جلس متكئا على الحائط، يقول هو: فدخل رجلان حكم عليهم بالسجن، وكان الجو قد أمطر، يعني مطر غيم ثم ذهب، فقفز كلاهما للنافذة، يعني لما دخل الاثنان كلهم قفزوا للنافذة السجن التي بها قضبان. يقول: فأحدهم نظر للأرض فرأى العجلات والطين فبكى ورأى الناس. يقول: والثاني بنفس التوقيت كان ينظر للقمر والنجوم بعد ذهاب الغيم، قال: فتبسم. فكلاهم في السجن، الاثنان في السجن، لكن اختلفت زاوية النظر، هذا نظر للأرض فبكى وذلك نظر للسماء فتبسم. لهذا العاقل دائما من يتفاءل، العاقل دائما من يجعل التفاؤل هو المحور الرئيسي الذي يحركه في حياته في أهدافه. وإلا إياك أن تكترث بالناس، خذها مني من أخيك: من تتبع الناس بكل شيء دار مع فلك الناس، إن فشل الناس فشل معهم، وإن نجح الناس نجح معهم، إن ذم الناس ذم معهم، وإن مدح الناس مدح معهم. لا تدر بفلك الناس. كل المبدعين الذي تراهم في العالم، كل المبدعين الذين رأيتهم في العالم كلهم خالفوا الناس وخرجوا عن إطار فلك الناس الذي يدور. انظر إلى النيازك، هي التي تحدث الطفرة في العالم لأنها لا تدور في فلك النجوم. انظر حتى للإلكترون الحر، هو الذي يسبب التفاعل. فاجعل من نفسك غير منقاد، إياك أن تكون كالناس. الناس دائما تعارض الغير مألوف، الناس في العادة تعارض غير مألوف، فلما تعتاد عليه خلاص يصبح مألوفا لديها. لهذا أنت ربما غير مألوف للناس بفكرك بعقلك بطريقك الذي ترسمه، ربما حتى بمحاولاتك، لكن مع الزمن ستصبح معروفا للناس وستصبح متميزا بين الناس. لكن صبر، ما الدنيا إلا صبر. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد.